بعد نشر رجل الأعمال السوري رامي مخلوف لفيديو يشتكي فيه من الضرائب التي فرض عليه النظام، أشار ناشطون إلى أن محمد رامي مخلوف نجل رجل الأعمال السوري قام بإزالة صور سيارته الفارهة وطائرته الخاصة من حسابه على إنستغرام، وذلك بعد الفيديو الذي احتج فيه والده على مطالبته بمبالغ ضرائب عالية تقدر بنحو 100 مليون دولار أمريكي. وكان رامي مخلوف قد طلب الرئيس السوري بشار الأسد بصرف مبلغ الضرائب على الفقراء. نتابع بعضا من الصور التي كانت قد نشرت سابقا عن محمد رامي مخلوف وثروته، ومنها سيارات فارهة وطائرة خاصة ومنزل فخم.